قهوتكم غير شكل سواش بلدار دايمة. صحة وهنا. ايه احمد مورا، سبب الزيارة؟ سبب الزيارة معروف سواش، انا عرضت عليك عرض وانت لهلا ما جاوبتني، قلت بيجي بسألك مرة تانية. نسيان اني اعطيتك الجواب وقلت لك لا؟ شوف ابني، فكر شوي تاني ماشي، بس ما بعرض عليك هيك عرض مرتين، تعال نتشارك. سبق وعطيتك جوابي احمد مورا، لا تخليني اعيده، قلت لا وخلصنا. انت عشو معتمد اياه؟ علقت براسك بدك تبني مصنع وحرضت اهل الضيعه وما في معك ولا نقله؟ الارض عم ترعى فيها الغنم والكلاب، على شو معتمد لهلا؟ معتمد على عقلي احمد مورا، على عقلي، فهمت؟ منيح، هذا كان اخر عرض، من هلا ورايح بتعمل اللي بدك اياه. يلا بخاطرك. ليش اجى مرة تانية؟ نفس القصة، بده يدخل شراكة بمصنع وان. كتير هيك، شو هذا؟ والله ضايقني كتير يا. لا تتضايق سواش، شلون ما كان قدرت تلاقي حل للمصنع؟ ما عم فكر بهي، امبارح المسا عرضت الزواج على ياسمين، يوم السبت رح جيبها على بيتنا وعرفها على امي، بس الرجال مو حالل عنا مثل ما انك شايفه، شلون بقول لهالرجال رح طلق بنتك؟ هذا عنده استعداد يقتل بنته اللي من دمه مشان يأذيني. يلا انا رايح. لوين رايح؟ على البيت، لازم احكي مع امي باسرع ما يمكن. Thank you.